بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الاختلاط الإلكتروني. نحن أيها الإخوة كما تعلمون نتكلم من أول رمضان في العفاف الاجتماعي، وكان هناك مسألة وأنا أحضر لهذه الدروس قبل رمضان بشهرين. معقول الدنيا رمضان وفي تجليات بالكون وفي قرآن وفي أذكار وفي تهجد وفي عبادة وفي صدقات وفي صيام وفي صلوات فجر جماعة؟ معقول يا محمد خير تساوي 30 درس عن العفاف الاجتماعي؟ يعني لو تحاكينا شيء يرقق القلب، لو تحاكينا شيء يعني عن القرآن، لو تحاكينا شيء عن رمضان، 30 درس. طيب اجعل درسين، 5 دروس، 6 دروس، 30 درس عن العفاف الاجتماعي. الحقيقة يا أخوان أنا أملي بالله وهذا سيكون أن لا تضيعوا هذا الجهد. الله وحده يعلم الجهد المبذول حتى وصلت هذه الكلمات إليكم. الله وحده يعلم المال المبذول حتى وصلت هذه الرسائل إليكم. من أجل أن نحمي هذا البلد تقربا إلى الله، من أجل أن نحمي أسركم، لا تخافوا، بإذن الله بإذن الله أسركم محمية، وفي ناس حيضلوا قاعدين من أجل حماية أسرتك. لئن كان مفسدون يسهرون من أجل أن يفسدوا أسرتي وأسرتك، زوجتي وزوجتك، ابنتي وابنتك، ابني وابنك، يفسدني ويفسدك، لا تخافوا، في رجال قائمون مشان يحموا ابني وابنك وبنتي وبنتك وزوجتي وزوجتك وأخي وأختك وأختي وأخي، لا تخافوا. بس يا أخوان ما تضيعوا هذا الجهد. أنا اخترت أن يكون هذا الجهد في رمضان لأن رمضان هو للتجليات، وإذا الله يتجلى علينا بأن نحافظ على عفتنا وأن نثبت على ترك ما لا يحل وما لا يجمل، الحقيقة بيكون رمضان بالنسبة لنا رمضان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق المحارم تكن أعبد الناس. بس اتركوا الحرام، بس اترك ما لا يحل، بس اترك ما لا يجمل، تكن أعبد الناس على هذه الأرض. بس يا شباب ساعدونا في أن تنشروا هذا الكلام وفي أن تعملوا بهذا الكلام وإن كان فيه صعوبة. الأخوات أنا كثير شاكر والحمد لله، هذا من فضل الله عز وجل علينا. يا أيها الإخوة، بعد درس لباس النساء في أخوات قرروا أن يغيروا. أنا يعني أسأل الله عز وجل أن ينزل على قلوبهن كل الخير، وأنا بحب أشكركم. في ذلك اليوم اتصل بي أخ من المدينة المنورة وكان في زيارة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فأنا قلت له، قال لي أستاذ أنا الآن بعد شوي بدي أكون أمام المواجهة من أجل أن تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فأنا قلت له أخبر سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم بأن رجالا ونساء اجتمعوا في الشام من أجل أن يحافظوا على العفاف الاجتماعي، وأن بنات من بناتنا قرروا أن يبدلوا ظاهرهن رجاء أن يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا. إن شاء الله إن شاء الله يكون في بشارة خير. فأنا من كل قلبي أدعو لهؤلاء الأخوات البنات، وأنا أريد من الأخوة الشباب كمان، يعني من كان هناك مخالفة شرعية مما سمع خلال الثلاثين درس أو العشرين درس، أن تغير، ولازم تغير، ولن أتركك لن نتركك حتى تغير، لأنه نحن نريد يا أخوان كما اجتمعنا في الدنيا نسأل الله عز وجل أن يجمعنا على حوض سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بس حتى نجتمع على حوض سيدنا محمد بده كل واحد بيناتنا يغالب نفسه ويخالف نفسه وينضبط بأوامر الله عز وجل وأوامر رسوله حتى يشفع بعضنا لبعض. الحديث اليوم عن الاختلاط الإلكتروني. كنا البارحة نتكلم عن ضوابط الاختلاط في الشريعة الإسلامية بين الرجال والنساء، وذكرنا أن الضابط الأول أن يكون الاختلاط لحاجة أو ضرورة، والضابط الثاني أن يلتزم الطرفان بغض البصر وبالكلام الجاد وأن يمتنعا عن الخلوة، وأن ينتهي الاختلاط مع انتهاء الحاجة والضرورة. اليوم الحديث جدا دقيق وجديد
وأعتقد أننا جميعا نحتاج إليه رجالا ونساء. بعضنا يخالفون ما ستسمعون عن عدم علم أو عن استبساط واستسهال للأمر، لكن الحقيقة يا أخوان ويا أخوات أنتم سمعتم وتسمعون، بس أنا عندي أصحاب هذه القضايا، يعني أنا جاءني الرجال الذين أخبروني وجاءت النساء اللواتي أخبرنني أو أرسلوا لي، يعني ولو كان الأمر يناسب لقرأت لكم ما كتبوا. هناك فواجع بكل ما تعني كلمة فاجعة من جراء الاختلاط الإلكتروني غير المنضبط. فاليوم الحديث عن الاختلاط الإلكتروني. بداية، هل الاختلاط الإلكتروني اختلاط؟ طيب إذا أنا بقعد أنا وفتاة الآن موجودين هون في المسجد هذا اختلاط. الآن إذا بتدخل النساء لتصلي معنا في آخر المسجد أو في وسط المسجد أو في أمام المسجد هذا اختلاط. إذا نزلنا إلى السوق وبعنا واشترينا هذا اختلاط. طيب إذا أنا فتحت جوالي وأرسلت على صفحة الفيس تبعي طلب صداقة لفتاة وقالت لي موافق، هل هذا اختلاط؟ ما لا لي شايفة ولا لا شايفتني، وربما إذا رأيتها هي حاطة صورة غير حقيقية وأنا حاطت صورة غير حقيقية، هل هذا اختلاط؟ طيب إذا أنا عبر التشات، إذا أنا عبر الواتساب كان بمجموعات نحن شباب وبنات قعدنا مع بعضنا، هل هذا اختلاط ولا لا؟ مو اختلاط، هذا عبارة مراسلات، يعني لا علاقة لها بالاختلاط. ما أقوله لكم أيها الإخوة، لعل الاختلاط الإلكتروني أشد خطرا وأكبر خطورة من الاختلاط الحقيقي، ذلك لأن الاختلاط الحقيقي يحول بينه وبين الخطأ فيه بعض المعايير الاجتماعية. يعني الآن لو كنت أنا في مكان وجاءت فتاة جلست أنا معها، ممكن يعني أنا الحاجز الاجتماعي يحول بين أن أخطئ معها أو أن تخطئ معي، لأنه في ناس قاعدين على الطاولات الثانية إذا كنا بمطعم، في ناس يمشون في الشارع إذا كنت أنا وياها نمشي في الشارع. بس الحقيقة لما عم بفتح جهازي اللابتوب وابعث لها رسالة على الخاص فتقرأها هي ولا يقرأها أحد غيرها، لما عم تبعث لي رسالة على الخاص، صحيح أنا قاعد معكم بس أنا فاتح اللابتوب تبعي وما حدا عرفان أنا شو عم بكتب ومع مين عم بحكي. فالاختلاط الإلكتروني فيما يرى أكبر خطراً وأشد خطورة من الاختلاط الحقيقي، والله أعلم. لذلك لا بد له من ضوابط لكل شاب فينا ولكل فتاة، لكل رجل ولكل امرأة، وضوابط حادة. جهازك عبر الجوال أنت عم تبعث مجموعات رسائل SMS فيهم هذه الرسائل لنساء بعضهن أو رسالة خاصة، في اختلاط يعني بيني وبينها؟ إذا أنا بعثت لها رسالة أو هي بعثت لي رسالة، الجواب نعم، وهذا الاختلاط أشد خطرا وأكبر خطورة. لذلك يا شباب لا يتهاوننا شاب منكم أو رجل منكم أو فتاة منكم أو امرأة منكن في مسألة الاختلاط الإلكتروني. ما هي ضوابط الاختلاط الإلكتروني؟ 1، الأصل أن لا يكون اختلاط بين رجال ونساء إلا لضرورة أو حاجة. ما حدا يا شباب، لا حدا يدخل إلى مجموعات فيها بنات. يا بنات، لا وحدة تدخل إلى مجموعات وجروبات عبر الفيس عبر الواتس فيها شباب. البنات مع بعضهم يعملوا مجموعات، يعملوا جروبات مع بعض، والشباب مع بعضهم البعض. إذا بدك تتكلم إلكترونياً مع بنت بده يكون في ضرورة أو يكون في حاجة. شو ضرورة يعني؟ يعني في أمر خطير، إنسان سيموت بده طبيبة، بده يبعث له رسالة إنه دكتورة زوجتي في حالة خطيرة، هذه هي. في عضو بده يتلف، في ابن طفل صغير جداً متعب، حتبعث هي للطبيب تقول له دكتور أرجوك ابني في حالة يعني شديدة، ماذا يمكن أن أعطيه من الدواء؟ في ضرورة أو في حاجة. موظفة وصلت إلى الشركة ولم تجد أحداً، بدها تبعث رسالة للمسؤول عن فتح باب الشركة إنه أنتظروا منذ نصف ساعة ولم يأتي أحد. كلام جاد، فيه ضرورة وفيه حاجة. أما إذا أنا طلعت معي حدا بعث لي بياناتكم نكتة حلوة،
ليس هناك ضرورة أبعث لبنت. واحد بيناتكم بعث لي حديث نبوي شريف في فضل ليلة القدر، ما في ضرورة أبعثه أنا لبنت أبداً، ما في ضرورة. شو بيخليني أنا أبعث حديث نبوي شريف للبنات؟ واحد بيناتكم بعث لي قصة مؤثرة، ما في ضرورة على الإطلاق أبعثها أنا لبنت، إلا أني استفدت من هذه القصة وأريدك أن تستفيدي. واحد بعث لي منكم موقف، ما في داعي أبعث له على صفحة الفيسبوك، أرجو بيان رأيك فيما ترين. رأيت صورة جميلة وروداً عذبة، واحد بعث لي عبارات صباح الخير وفيها ورود. أبداً ما في ضرورة على الإطلاق ابعثهم لبنات هدون عشان قلهم صباح الخير وصور الورود تترى وتتوالى عبر هذه اللوحات. أول ضابط من ضوابط الاختلاط الإلكتروني أن يكون لحاجة أو لضرورة. اثنين، مراقبة الله عز وجل فيما تخطه بيمينك. يا شباب، شيء خطير أكثر مما تتصور. يا بنات، كل رسالة بتبعتوها بدك تراقبي أن هذه الرسالة معروضة على الله عز وجل. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وبكرة بدك تنقرى هالكلام قدام رب العالمين. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فما أحد يكتب شيئا إلا وهو مراقب رب العالمين فيما يكتب. ولا تنسى أن الله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ثلاثة، أن تكون الكتابة لضرورة ملحة كطلب علم لا يتأتى من غيره. في ملاحظة يا أخوات ويا أخوي، لا واحد بيناتكم يعبر عن حالته الخاصة، لأن التعبير عن الحالة الخاصة يكون مستفزاً للآخر. يعني وحدة في الصبح تكتب على صفحة الفيس، بيكتبوا لها كيف تشعرين، تكتب أنا تعبانة اليوم. ليش عم تكتبي أنا تعبانة اليوم؟ شو بتريدي يعني؟ هذه العبارة مستفزة للطرف الآخر الذي يقرأ. شاب أشعر بالنشاط والحيوية، ليش كاتب هيك؟ شو بتريد؟ نحن بهالبلد يا أخي بلد عفة وبلد شرف وبلد طهر، شو بدك بنساء العالم تقول لهم أنا أشعر بنشاط وحيوية؟ التعبير عن الحالة الخاصة بيكون مستفز للطرف الآخر. بدك تكتب، اكتب شيئا جادا لضرورة ملحة لا تتأتى هذه الضرورة إلا بهذه الطريقة. ثلاثة أو أربعة، أن تكون الكتابة في المجموعات العامة. ما حدا يبعث شيء على الخاص للبنات يا شباب، والبنات ولا وحدة بيناتكم بتبعث لرجل على الخاص تقول له كلمني على الخاص. ليش كلمك على الخاص؟ بدك شيء جاد اكتبيه على العام، خلي كل الناس تقرأ، حتى إذا قيل يوم من الأيام بأن فلانة كلمت فلانا كلنا نكون عرفانين، قالت له بأن مثلا المختصرات في مادة كذا في الجامعة يرجى توزيعها على الطلاب، كلنا أرينا هيك. وأنتوا يا شباب ما حدا يراسل بنت على الخاص، اكتب على العام حتى ما تكون في موضع تهمة. خمسة، أن يجتنب الكاتب المدح والإطراءات الزائدة. ما بيصير ولا شاب بيناتكم يمدح بنت ويطري عليها إطراء زائدا. أشكر ذوقك الرفيع ولباقتك العالية. شو هالتعبير؟ ليش عم تكتبه؟ هي تقول لم أرى رجلا بشهامتك ونبوة وفتوتك، يا ليت رجال سوريا مثلك. سامحيني إذا بتكتبي هيك سنشير لك بقلة الأدب. ليكنا نحن قاعدين هون رجال ضحك ولا مجموعة بيناتنا؟ لكن هذه الكلمات مريبة. رجل غريب، شو بدك هذا المدح والإطراء الزائد؟ طيب أخي أحسن إلي، خير أحسن، شكرا، جزاكم الله خيرا. في فرق، في فرق. شوف حتى لما بتقول له جزاك الله خيرا أو لا جزاكم الله خيرا، صيغة الجمع، هذا في حاجز بينك وبينه. أنت لما بدك تحاكي بنت شكرا لكم، هذه لكم هذه ميم الجماعة تبقي حاجز بينك وبينها أحسن من شكرا لك. إذن رقم خمسة، أن يجتنب الكاتب المدح والإطراءات الزائدة حتى لا توقع في نفس الطرف الآخر شيئا. ستة، حاول ألا تنادي الطرف الآخر باسمه مجردا، فذلك مما يرفع الكلفة بينكما. لا تقول كيفك يا هدى، ما بيصير، وهذه هدى إنسان غريب عنك.
وهي تقول صباح الخير يا أحمد، ما بيصير. هلأ الغربيين هيك بيساووا، بس نحن ما بيناسبنا. خلي في حاجز، السلام عليكم دكتور، هيك هذا دكتور، هذا مهندس، هذا السيد فلان، هذا مو صديقك والله تكسر الحواجز بينك وبينه. وهذه المرأة كمان السيدة الفاضلة، هيك اترك حواجز حتى ما يعني يقع في خاطر الآخر إنه أخي قبلها هالحواجز، خلص ناديني باسمي، أنا بحب مين يناديني باسمي. نحن ما منحب، نحن منحب أن يبقى هناك جدار من الحياء والأدب بين الرجال والنساء. رقم 7، تجنب الكتابة باللهجة العامية والألفاظ الهزلية ما استطعت، فهي أيضا مسقطة للكلفة قاتلة للحياء. 8، اجتهد أن تكون صفحتك خالية من المعلومات الشخصية الخاصة والصور الخاصة. والله يا أخوة، يعني معلوماتك الخاصة لا تنشر على كل الناس، خلي كل معلومة بدك تكتبها تنبه أن هذه المعلومة كل الناس ستقرأها، المحب والعدو والجيد والسيء. فلا تكتب شيء خاص بذاتك، ولا تكتب شيء خاص بذاتك، نحن نخشى أن يستغل هذا الشيء إنسان غير جيد. آخر فقرة رقم 9، ويجب أن تتم الكتابة في أوقات النهار. يعني بده يكتب شيء على تواصل اجتماعي أو عبر الواتس أو عبر الفيس أو عبر الرسائل بالنهار، أما الساعة 1 بالليل واحد قايم عم يكتب كلام، ليش عم تكتب كلام؟ خاصة إذا كان يراسل به بنتان الساعة 1 بالليل. في حياء يا أخي، في أدب، في حرمة، في حرمة لكل شيء عندنا، حتى الجهاز الإلكتروني له حرمة. لذلك اكتب في النهار ما دمت واضحا، ما دمت طاهرا، ما دمت جيدا، ما دمت إنسانا نقيا، فاكتبه بالنهار. بنت قاعدة الساعة 2 بالليل عم تكتب، تشارك مشاركات، رجل بيكتب كلام فورا لسه كتب، هو كمان قاعد الساعة 2 ودقيقة كتبت له أعجبني. هذا هو مين أعجبني؟ والله فلان الفلانية، بيبعث له شكرا لك جزيلا، كأنك لست نائمة. نعم لست، أشعر بالقلق، خيرا إن شاء الله. الله أكبر، شو يا أخوان، والله مخيف. رسائل مجانية بالليل، يا سيدي الكريم، عفافنا وطهرنا ندفع له أثمان، ولن نريق عفافنا من أجل حفنة من الأموال، لا بالرسائل المجانية ولا بالرسائل بمصاري. فلذلك اكتبوا يا شباب بالنهار، لأن هذه هويتكم وتسجل عليكم، تسجل عليكم من أنتم وكيف تكتبون وماذا تكتبون. ختاما، أنا أنصح كل أخ وكل أخت هو يعمل في هذا، يعني يكتب في صفحات الفيس أو بالواتس أو ناشط في مسائل الأمور الإلكترونية، اجعل داخل صفحتك أو داخل مجموعتك منشورات إيمانية تشكل حائطا إيمانيا إلكترونيا لمنع الإساءة لك. يعني أنا لما فوت على صفحتك وبلاقي كلها كلمات إيمانية، كلمات جادة، أحاديث، آيات، ما حد يجي واحد شرير وسيء يكتب كلمة ساقطة، بيقول لك أخي صاحب هالورقة شوف كله دين، هذا مو خرج ندخل نحن هون نعمل لقاءات سيئة. وأنت يا بنتي إن احتجتي أنك تدخلي بمثل هذا الأمر، اجعلي حائط اجتماعي إلكتروني، اكتبوا كتابات إيمانية، كتابات أخلاقية، كتابات علمية. يلي بيدخل على صفحتك بيقول هذه فتاة علم، هذه فتاة طهر، لذلك ما بيحاول، لا تخطر له بنفسه أن يأتي ليسيء لصاحبة هذه الصفحة. يا أيها الإخوة، مهما حافظنا على عفتنا وعفافنا فنحن نرضي ربنا، ونزداد مكانة في الدنيا ونزداد مكانة في الآخرة. نسأل الله عز وجل أن يحمينا ويحمي أسرنا وأن يزيدنا قربا من الله عز وجل، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.